Thank you. مساء جديد بيوم جديد وحلقه جديده من حلقات برنامجكم الشباب يراكم الشباب اللي تواصل معاكم طوال السنه ما بقى شيء على شهر رمضان نقول لكم كل عام وانتم بخير مقدما وان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالصحه والعافيه ومساء الخير والنور والبنور عليك شيخة شلونك؟ تمام شيخ اخبارك صالح؟ فاين فكل عام وانتم بخير مشاهدينا وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والخير، طبعا ما بقى ما بقى شيء وشهر شهر رمضان المبارك، اجواء راح تكون وايد حلوة، احنا متواصلين معاكم اليوم بمعلومات وايد مهمة من الساعة 6 للساعة 7. نعم، احنا سعداء بالتواصل راح نغيب عن جمهورنا ومشاهدينا يمكن ثلاث يوم تقريبا ولكن ان شاء الله تكون العودة عودة حلوة وجميلة من خلال أيام عيد الفطر السعيد، شهر رمضان المبارك وهو شهر كريم كلنا نحبه كمسلمين وكأمة عربية وإسلامية ننطره فعشان كذا اليوم في رأيكم شباب راح نتكلم إنه شو ممكن إن نستغل شهر رمضان للحصول على نمط حياة صحي ونشيط غذائيا وجسدي من خلال ممارسة الرياضة، نشوف وايد شيخة في الأونة مو الأخيرة والله أنا من وأنا صغير وأنا أشوف هالسالفة إنه وايد يمشون ناس الحريم الريائيل دائما يستغلون شهر رمضان خصوصا قبل الفطور في المشي وأعتقد أن كفائده صحية في إن هناك فائده كبيرة لما إحنا نمارس الرياضة أو نمشي وإحنا نكون مو ماكلين صح. نعم. صح هو طيب في فائده وايد وكل الدكاتره ما التغذيه ينصحون بهالشيء، ان انت تكون قبل الفطور مثلا ساعة هو صدق متعب، شيء متعب بس شيء مفيد هم صحيا، صحيح. طبعا راح نتكلم في وايد شباب خلينا نقول خاص خصوصا الشباب انه يمشون على روتين معين في رمضان فالتغذيه يصير انعكاس عليهم من من الصيام احيانا، لان يمشون على نظام غذائي معين ورياضه معينه وفيهم في ناس مسوين عمليات الربط والتكميم وغيره مع دكاتره مختصين في هالمجال اليوم راح نتكلم اكثر عن هالموضوع معاهم في حلقتنا. أنت دائما تضعفين ولا تمتنين برمضان؟ انا؟ مم. يعني احيانا اول رمضان تلاقيني شوي امتن لان السويت وايد انا وايد مع السويت مو قصدي الاكل السويت هو أي. اللي يمتني بس تلاقيني على اخر رمضان لا امسك نفسي على السويت شوي. لا انا احس هالمرة رمضان المفروض ناس وايد يضعفون لان ساعات الفطور آه قليلة يعني احنا صح. راح نصوم تقريبا يعني 16 ساعة والباجي راح تكون صيام فاعتقد انه راح يكون في تنزيل كبير للسعرات الحراريه راح ننزل ان شاء الله من سعراتنا الحراريه صح. مع ممارسه الرياض عشان كذا اليوم حلقتنا حلقه صحيه غذائيه لها علاقه بالاجواء الرمضانيه صح صح والارقام اللي حاب انه يتواصل معنا من خلال الارقام اللي توجد لكم باسفل الشاشه بالاضافه الى جروب رايكم شباب على الفيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش رايكم والتويتر ات اس وايضا ايميل البروجرام شباب ات دوت تي في، شيخة صار هايلايت اليوم ما شاء الله بس أيه حلو شستني. فسفورية اليوم <applause> لازم الواحد يغير ايه والوردة خلاص، أيه. اليوم نقول لك وردة يلا قولي <applause> وردة راضية مو شيخه <applause> ال... طبعا البنات أكيد كل البنات ورود يعني وكل الشباب عشان يقول بس متحيز حق البنات لا الشباب <تصفيق> والبنات <تصفيق> صح كلنا ورد صح صح, صح. دن... ورد زين <applause> صالح بس لك شنو انت عاده شنو الشيء اللي تسويه برمضان هل تمشي على نظام غذائي قياد... معين او على رياضه معينه صراحه نو no واي ها شو تسوي تاكلتنا لا ها. اكل واطلع تلفزيون <تصفيق> <تصفيق> انا احس احيانا ما ودي انام عشان الحق على كل المسلسلات على البرامج والمسلسلات وان شاء الله الراي تكون مميزه هالسنه بباقه منوعه من الاعمال ودي ان اضعف هالسنه ان شاء الله ان شاء الله انا متوقع عندي احساس ان ان راح يعني انزل من وزني ان شاء الله ليش لا إن طبعا انت صالح وايد تهتم حق هذه الامور فان شاء الله عقب رمضان نشوفك منزل وزنك ان شاء الله ان شاء الله. كيلو. <applause> إن شاء الله يا رب <applause> خلونا نبدا اول ما رايكم شباب خلينا نشوف هذا التقرير اللي يلخص معلومات وايد مفيده عن رمضان وخصوصا في الصحه خلونا نشوف هذا التقرير ورادين من الجميل ان يهيئ الانسان نفسه لنمط حياه صحي في شهر رمضان المبارك ويتفق الخبراء في مجال الطب بأن ممارسة الرياضة في الصيام أكثر فائدة على الجسم في تحسين الصحة العامة وإكساب اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض لذا يفضل أن يكون اختيار وقت مزاولة الرياضة متقاربا مع الهدف وعلى سبيل المثال إذا كان الغرض من ممارسة الرياضة المحافظة على الوزن وتنشيط الدورة الدموية أو القضاء على التوتر والراحة النفسية يفضل ممارستها بعد الإفطار بثلاث أو أربع ساعات وحرق السعرات الحرارية الزائدة على حاجة الجسم من التغذيه الزائده، اما اذا كان الهدف من التمرينات تقليل الوزن والقضاء على مستوى الكوليسترول في الدم، فيفضل ممارسه الانشطه قبل الافطار بساعه او ساعتين وبشده عاليه وذلك لحرق الدهون المتراكمه في الجسم ومجرى الدم. اما التغذيه الصحيه في رمضان فتعني عدم املاء المعده واتخامها بالمأكولات والمشروبات الكثيره. بل هي لمد الجسم بالغذاء اللازم لتجديد القوه والطاقه المستهلكه ولبناء ما تلف من خلايا الجسم وفرصه لاعطاء فتره راحه لاعضاء الجهاز الهضمي وباقي اعضاء الجسم لذلك من الضروري الحرص على ان تحتوي الوجبات على العناصر الغذائيه الاربعه حتى نحظى بنمط حياه صحي خلال الشهر الكريم باك تستديو لاستقبال فقرات برنامج رايكم شباب بمواضيع مهمة تهم شريحة كبيرة من المجتمع والمجتمعات والمشاهدين بس بنركز عن الشباب اليوم بشكل أكبر لأنهم يمكن من أكثر الناس اللي يطيحون بأخطاء شائعة ممكن تؤثر عليهم سلبا اليوم بنتكلم عن العادات الغذائية في رمضان واللي ممكن تؤثر بأعراض جانبية قد تسيء لصحة الإنسان خصوصا أن شهر رمضان يعتبر أنه شهر وفرصة لاقتناص نمط حياتي صحي يفيدنا في حياتنا ممكن يعودنا حتى ان احنا نعدل من عادات غذائيه عديده لبعد شهر رمضان عشان كذي بتكون معنا الدكتوره وفاء الحشاش استشاري امراض باطنيه وجهاز وهضم وزراعه كبد حياك الله معنا الدكتورة وفاء حياكم الله ورحب فيكم وجميع مشاهدينا وأقول لكم بارك عليكم الشهر على نوع عليك, عليك. وصلى عليكم على صيام وقيام ان شاء الله ان شاء الله, الله, الله عم ونكون كلنا ان شاء الله من عواده باذن الله حبيبتي تسلمين ونورتينا اليوم اكيد راح نستمتع معاك اليوم في حلقتنا وراح نكسب منك وايد معلومات بدايه دكتوره نبي نتكلم عن اهميه الهضم وان بعض الناس يفهمون طريقه جسمهم من من الهضم اتوقع فكلمينا عن هذا الموضوع هو أو اول شيء في البدايه في ناس كثير يقول والله شنو جهاز هضمي الناس لحد الحين مو عارفه شنو الجهاز الهضمي داخل الجسم سبحان الله رب العالمين لما حط جهاز داخل الجسم أكيد له وظيفة، صح. فوظيفة الجهاز الهضمي صح. إن أنا لما أي أكل هذا الأكل أبتدي أخزنه، أهضمه، أمتصه، أطلع زايد من الجسم إن أنا هذا ما أحتاجه، صح. فهذا بكل بساطة اللي هو الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي طبعا أمراض كثيره ومتعدده وايد وجايز تشوفين مثلا بالزواره ولا بالدوانية ولا اي احد لا بد ان في اي احد في اي شخص من الاوقات لا أنه يعاني من اعراض داخل الجهاز الهضمي سواء صح. كان لوعه سواء كان الام انتفاخ اي شيء من هذا القبيل لا, آه لا لشيء الا ان اساسا هي امراض شائعه آه لكن الحين في الفتره الحاليه وخاصه رمضان على يعني مقبل علينا نلاقي آه هذه المشاكل اثناء رمضان اكثر. صح أه، مو علشان شيء لان اساسا سبحان الله احنا لنا اكل خاص برمضان ما نشوفه طول السنه نشوفه برمضان. صح صح <applause> نشوف اساسا الجمعيات قبل يومين برمضان وقبل ثلاث ساعات من الـ 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 الاذان حق الفطار ما تندش. صح. صح وكأن اساسا يعني الواحد بيحط حرته بهذا الاكل وهذا فكره خاطئه يعني اساسا هو يعني انا معكم هي عشان اوصل رساله حق الناس إن اساسا فعلا مثل ما قلتوا ان رمضان هو فعلا عباره عن فرصه ممتازه حق الشخص اذا كان يبي يخطو الخطوه الاولى انه يغير نمط حياته صحيح الى الشكل الصحيح يبي يوخر عن التدخين، يبي ينزل وزنه لان اساسا سبحان الله بس الواحد يتبع السنه يقدر الشخص على السنه فقط يقدر ينزل كيلوين ثلاثه من غير اي تعب تماما خلال فتره رمضان اللي قاعد نشوفه احنا العكس الناس اذا مات 2 -3 الى بال... بال... ما تزيد اثنين ثلاثة توصل الى عشرة كيلو بالرمضان ما يرتاحون صح يقول لك في شيء غلط <تصح> ما نقدر نشوف الحلو دكتور وما ناكل ما نقدر ما قاعد اقول لك اساسا يعني جيمات صب قشه فطا... طايف مش عارف ايش وهريس ويريش لا ما شاء الله كل يعني, وقايه يعني وقايه. ما شاء الله يعني ساعات حراريه صح وسنون في ناس ياكلون يعني طول ساعات الفطور او فتره الفطر يعني من المغرب مثلا اللي يخافون انه يعون ثاني يوم او حتى انه ياكل بشكل كبير على السحور ممكن يؤدي حتى على مشاكل ومثلا وحتى يعني صعوبه في الهضم وغيره طيب دكتور اذا تتكلم انه دائما في شهر رمضان الناس تخاف من زياده الوزن وهم وايد مشاكل تصير وتصيب جهاز الهضمي وايضا المعده شنو الاسباب الاساسيه والحقيقيه لهذه المشاكل بكل صراحه وعشان ابسط لك اياها فقط النمط الغذائي الخاطئ نعم بمعنى آه يعني بمعنى دولي يعني شنو اقول يعني فتره الافطار آه مثل ما قلت الواحد دائما ياكل وكذا يخاف انه يوع وكذا طيب نوعيه الاكل شنو هي مم عدد الوجبات شنو هي؟ إيه؟ طبعا أه تقولي يعني شنو؟ اقول اول شيء بالنسبه حق الافطار، الافطار اساسا هي إيه بعد فتره صيام طويله وخاصه الحين جاينا يعني فتره الصيف رمضان في الصيف اساسا الـ يعني الجسم راح يحتاج الى سوائل. أه فتقولي يعني شنو؟ اقول بمعنى فتره الافطار بحد ذاتها او وجبه الافطار لابد أن تكون, تكون على دفعتين. صحيح. بمعنى تقولي يعني اوكي اذن ابتدي بالتمر. طبعا العدد الفردي مثلا تمره او ثلاث او خمس او سبع مع غلاس ماي وبعدها ذيك الساعه الواحد يقوم يتجدد ويصلي وعيّم الله خير، ليش؟ لان اساسا المعده لابد انها تصحصح شوي تقول والله اوكي ترى في اكل انا جايني بالطريق، تبتدي تتنبه لان هي اساسا مرتاحه صار لها حين تقريبا اكثر من 12 ساعه، والسنه هذه شويه الصيام احنا اكثر، صحيح إنزين؟ فبالتالي لما الواحد يبتدي يصلي وعيّم الله خير وكذا تمر ربع ساعه، المعده هني هنا بتده تتنبه انه والله في اكل راح يجيها. طيب لما يكون حين الدفعة الثانية هل معنى هذا أن أنا أهد نفسي بالأكل هذا على هذا على هذا طبعا لا صحيح. لابد أن يكون الواحد جدا حذر يعني مثلا أوكي وأبلش بشوربة شيء خفيف معه بعدها خلاص أقوم صح فترة الأفطار هذه لابد أن تكون ما تكون وجبة واحدة ولا تكون وجبتين كبار لابد أن تكون وجبات متعددة بس خفيفة <applause> بحيث انه يكون حق الهضم فشو اللي يصير؟ ليش الناس قاعده تعاني من الجهاز الهضمي اثناء فتره رمضان؟ لان يصير عندهم عسر هضم وهذا اساسا الشائع خلال رمضان حتى المعده اللي ما فيها شيء يخلطون الماي، العصير، اللبن، الفطاير، الحلو صح. وهذا بحد ذاته يعني ما تستوعب ما تستوعب هذا كله وتصير عسر هضم صح فبالتالي الانسان يتعب يبتدي يحس بالام بانتفاخ بلوعه عفوا ترجيع وما الى ذلك يبتدي يحس بخمول بتعب يفترض الصيام بالعكس هو قوه ويعطيك نشاط ويعطيك اساسا يعني دفعه لقدام فبالتالي لازم ما نستغله بشكل خاطئ نعم معلومات كثيره وانفورميشن ان شاء الله نستفيد منها وكل المشاهدين يستفيدون احنا مكملين مع حضرتك دكتوره وفاء ولكن نستسمحك بفاصل قصير ونرجع نعاود مع رايكم شباب خلكم ويانا مشاهدينا بعد هذا الفاصل مكملين حوارنا مع الدكتوره وفاء الحشاش استشاري امراض الباطنيه والجهاز وجهاز الهضم وزراعه الكبد حياك الله مرانا مره ثانيه. حياكم الله. دكتوره اذا بنسال اذا في مثلا شخص يبي او الشباب دائما يبون برمضان يسوون يمشون على نظام غذائي معين ويبي هم يمارسون الرياضه، فهل تنصحين بهذه الاشياء في رمضان؟ طبعا. طبعا نعم. ممارسه الرياضه كنت تساليني والله متى انا اسوي رياضه خلال رمضان شويه صعبه. اقول هو في احدى حلين وكلاهما صحيح نعم. تقول لي شنو أقولش يا اما قبل ساعه ونص من وجبه الافطار هني في الحاله هذه معناته ان اساسا السكر نازل على حده الانسولين هرمون الانسولين داخل الجسم هم نازل فبالتالي اذا مارستي الرياضه فانت على طول راح تفقدين الشحوم اللي موجوده في الجسم نعم هذا حل الاول او الخطوه الثانيه تقول لا انا ما ابي قبل الفطور اساسا بروح يعني عطشانه وتعبانه وما الى ذلك متى امارس الرياضه اذا كان فتره الافطار فيكون بعد ثلاث ساعات من وجبه الافطار في الحاله هذه الاكل اللي انت اكلتي خلال وجبه الافطار خلاص الجسم ما راح يخزنه انت راح تفقدينه بالرياضه نعم <applause> <applause> نعم يعني اللي فهمته منك دكتوره ان انسب وقت لممارسه الرياضه قبل الفطور اما قبل الافطار بساعه ونص <applause> او بعد الافطار بثلاث ساعات حلو مع العلم انه في يعني ساعات تسمع كلامه ان الدكاتره اختلفوا في انه مو شيء صحي او زين ان احنا نمارس الرياضه واحنا مو ماكلين يعني ان اروح النادي او اروح وانا قاعد امارس الرياضه وانا اكون ماكل ولا مو ماكل شنو الصح لا هو شوف اذا بنتكلم على بادي بادي هذا شيء مختلف اه انت قاعد تتكلم إيه؟ عن رياضه, رياضة المشي عادي رياضه المشي السباحه القاري البايسكل العادي هذا اللي هو احنا نسميه هو عشان لياقه الجسم نفسه نعم. اما البادي بلدرز هذه لا يحتاجون الى سعرات حراريه عاليه مختلفة تماما وهذا نتكلم على فئه معينه من الناس لكن ما نتكلم على عامه الناس كرياضه المشي او السباحه او القاري فاحدى هذه الوقتين نعم فالافضل هو انه قبل الفطور الواحد يمارس الرياضه هو الافضل بس اذا ما يقدر ورا الفطور هذا او هذا كلها ما صح. نعم اوكي زين اللي مثلا ورا الفطور طبعا انا شخص من هذا الاشخاص ما ادري صالح انت نفسي ولا لا انه لازم يحوشني خمول ورا الافطار يعني عقب ما خلاص انه اتفطر لازم يحوشني ثقل وخمول واحس اني بنام فليش هذا الشيء؟ هو اساسا لان الدم يكون متوزع في الجسم كله خلال فتره الصيام لما تاكلين طيب اوكي في سعرات حراريه موجوده وفي آه نشويات ودهون و في داخل الجهاز الهضمي والجسم قاعد يحاول انه يبتدي يستفيد منه فالدم يكون متركز على الجهاز الهضمي لكن خذيها قاعده اذا كان الشخص احس بعد الافطار بخمول ورغبه بالنوم معناته انه هو كثر او خربط في الاكل لانه اذا كان اكله صحي يفترض بالعكس يقوم من الوجبه وهو نشيط نعم. نعم. لان الاكل المفروض انه يعطينا طاقه صحيح. ما يعمل لنا كسل وان صح. احنا نكون خاملين وما وغالبا تكون سعرات حراريه عاليه او ان وجبه تكون ثقيله وهذا بحد ذاته يحتاج ان كميه الدم تكون اكثر حق الجهاز الهضمي فبالتالي يبتدي الانسان يشعر بخمول ورغبه بالنوم او انه ما في ما في حيل وما له خلق حتى يطلع طبعا سبحان الله الشغله الثانيه نعم. آه خلال فترة رمضان آه صلاة التراويح بحد ذاتها تعتبر ممارسة لرياضة. طبعاً. لأن من حركات صحيح إنها حركات بسيطة ومنتظمة لكن خلال الوقوف والركوع والسجود وما إلى ذلك صحيح. الحركة هذه بحد ذاتها والضغط على منطقة البطن هذه تساعد حركة الأمعاء والمعدة أنها تشتغل بشكل صحيح وحتى أساساً الإنسان يبتدي يحس نفسه أخف بعد صحيح. الصلاة. طبعا بس احنا هم من المشاكل اللي نواجهها كمجتمع كويتي خليجي عربي بس الاكثر في الكويت بما ان حسب معلوماتي ان معدل السمنه في الكويت مرتفع صح؟ والله معدل السمنه بالكويت على حسب اخر احصائيات في وزاره الصحه 70% من ايه سكان و دوله الكويت يعانون من السمنه. نعم هو معدل عالي عالي جدا, عالي جداً فلازم تحطوا بالكم على نفسكم لان هذه النصائح تقدم لكم على اساس ان انتم تستفيدون وتحاولون توعون شوي على اساس ما يعني يزيد الموضوع ويتحول بعدها الى عمليات وغيره احنا راح نتكلم اكثر في الفقره الجايه يعني عن موضوع العمليات بس دكتور احنا في مشكله نواجهها ان احنا اكلنا مو صحي مو صحي وما أك... ما نشرب ماء اي والله كلها مشروبات غازيه اي والله صح مشروبات, <applause> مشروبات غازيه <applause> وعصاير و... لان الناس على فكره شوف الماي شيء بسيط بس الناس وايد تهمله لان الانسان العادي الطبيعي باحتياجه حق الماء تقريبا بحدود 10 12 كلاس ماء في اليوم صح لو تسال بس اللي حواليك من الاهل او بالربع او ما الى ذلك ما تلاقي مياك حتى الربع ما يوصل صحيح؟ حتى ثلاث ما توصل وهذا المشكله اساسا تلاحظها اكثر بالمطعم فتلاقي الناس دائما مصدعه ودائما كسلانه وما لها خلق ليش لان اساسا لما يقل السوائل داخل الجسم تبتدي الدم يكون فيه لزوجه تحس الانسان دائما راسه ثقيل دائما مصدع خمول اساسا صح. هو بس الواحد يحرص بس على الماي هذا بحد ذاته يساعد على الهضم يساعد على انزال الوزن يساعد على تخلص السموم من الجسم بشكل صحيح وطبيعي جدا طراوة ونضارة الجلد تبتدي تتغير حتى بس مع أخذك لكمية الكافية بس من الماء نعم. فخاصة بالنسبة لنا السنة هذه راح يكون بالصيف لابد أن يأخذون حضرهم بالنسبة حق الماء خلال فترة الفطور تقول والله بشرب لي خمسة قلاصات ماء فترة الفطور أقول لك لا وزع العشر قلاصات هاي طول فترة الإفطار صح أي. مو بلحظه واحده زين دكتوره بس احنا قاعد نشوف يعني في ناس مثلا اذا سووا رجيم ما, يحبون يشربون الماي طعم الماي يضايقهم هو صدقنا ما في طعم بس م -م. في ناس لو تشبدهم من الماي احيانا في ناس البديل في ناس فعلا ما ممكن يحبون الماء. تسوي؟ ممكن اضافه نكهات له مثلا ماي ورد او لقاح او ما الى ذلك او زعفران او كذا اذا ما كانوا يبون الماي بحد معنى الماي ما له طعم بس في صح. ناس فعلا ما تستسيغ الماي بس لابد ان يكون في سوائل في الجسم بس يقول والله السوائل هذه هل من ضمنها الشاي والقهوه الكافيين اقول لك لا والأسحر. خاصة خاصة فترة رمضان تقولي ليش؟ مع ان احنا مصدعين وكل شيء، طيب ليش ما نشرب شاي؟ اقول لك لا، الشاي والقهوة بحد ذاته هذا يعني جدا منبهات. تفكير غاز ومنبه ومو بس كذي يساعد على عفوا ادرار البول، طيب عفوا في يكون في ادرار في البول انت قاعد تفقدين فعليا سوائل وقاعد تفقدين املاح معاها وراح تتعبين بزيادة. نعم. وبالاضافة انه منبهات وكافيين. فبالتالي لازم الواحد يختار السوائل البديله وتقول والله ما احب الماي السوائل البديله، تقول عصاير ما عندي مشكله، بس اذا بدلتيها بعصاير طبيعيه مش عصاير تحتوي على سعرات حراريه عالية مواد حافظه ومواد حافظه وسكريات عاليه وسعرات حراريه عاليه يكون فعليكم بالماء، زين الماي في وايد هم احنا كل يشربون ماي صحه اللي, اللي هو بالغراش مم. يعني هذا عادي نفس الشيء ما في مشكله عادي عادي بس تقول انه في نسبه املاح ونسبه صوديوم وانه في مواد معينه في ناس وايد تعتمد على مياه الصحه فهم نسمع ما هذه المعلومه صحيحه ولا خاطئه ان لا شربه بالماء البرادة العادي اللي في البيت والله هو اهم شيء بس الواحد يشرب ماء ايا كان قالوا هذا فيه اكسجين هذا فيه املاح وما الى يعني ذلك عادي ما فيها اي شيء بس اهم شيء يكون فيه ان الشرب متوازن <applause> نعم. هل في معلومه ما اذا الدكتور دكتور هذا الكلام صح ولا لا اثناء الافطار او الغداء او العشاء او التفر من هذه الوجبات انا ما يصير اثناء الاكل نشرب ماي آه هو تقدر بس مو كميه كبيره بمعنى ممكن تقول نصف نص جلاس الى ثلاث ارباع جلاس هذا اوكي لان اكثر من كذي معناته ان العصارات اللي داخل الجهاز الهضمي راح تبتدي تخفف فبالتالي راح يصير معك عسر هضم فاذا بتشرب ماي انطر شوي بس على الاكل ما ينهضم بعد تقدر تشرب ماي كفايه في خطا شائع ثاني تقول والله اوكي انا عطشان طول اليوم وحار وما الى ذلك بيا افطر بفطر على ماي بارد مثلج ما يصير ما يصير لان اساسا الماء البارد ما يدخل على المعده الشعيرات الدمويه تبتدي تنقبض فبالتالي عمليه الهضم تكون بطيئه وحتى وك... لو كان الشخص ما عنده شيء يبتدي يحس بعسر هضم فهذا الشغل لازم يعرفونه لازم ما يدافي ما يدافي الطبيعي طبيعي نعم. واذا الواحد يبي ياكل سويت ياكل بعد الفطور بكم؟ لا لازم يكون في فتشه شوي لازم الاكل عشان ينهضم واحد ياخذ راحته شوي بعدها بساعتين على الاقل يكون جود الاكل انهضم واحد يبتدي ياكل السويتس بس لازم ما يكثرون نعم. لان السويتس اللي عندنا احنا اساسا فعلا هيفي صح مو شوية. صح, صح. زين شنو النصائح اللي تبين تقدمينها حق الشباب حق شهر رمضان؟ شنو نصايح يعني اكثر النصايح اهميه أه المعده هي بيت الدواء وهي بيت الدواء نعم دائما خلي يخلون ثلث حق الاكل ثلث حق الشرب ثلث حقهم نعم صح. عشان يقدرون يتحركون نعم تمام والرياضه ما يخلونها احنا لازم نعم نعبي المعده ما ادري ليش ما شيء غلط لازم نفوز الثلث 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 اكل كل الاثلاث في المعده تكون اكل وهذا فعلا يعني بعدين دولك ما خلونا <applause> فعلا ويروح اليوم ويتم ثاني يوم يعني مستعسر ويكون يومي ضاع وراح بسبة الأكل يعني إحنا في مثل يقول إحنا قاعد مو قاعد نأكل عشان نعيش يعني لازم إحنا يعني قاعد نعيش عشان لا مو قاعد نعيش عشان نأكل لازم نأكل عشان عشان نعيش صحيح. في ناس يشوفون إن الأكل شيء أساسي في حياتهم ويعتبرونه من الأساسيات في حياتهم ومتعة هو فعلًا ما في خلاف في إن الطعام أو اكل متعه بس لا تعتبر متعه اساسيه في حياتنا اذا بنقول يعني هم من المشاكل الشائعه هو الاكل اكثر من مره نبي بالضبط يعني دكتور احنا هالمره ما بقى شيء شهر رمضان هم ساعات قليله اللي بنفطر فيها شنو اكل على الفطور وبعد شمس ساعه اكل وشنو اتسحر قبل لا انام هم في مشكله كبيره ان انا ممكن اكل شيء وايد ثقيل على بدنا انا بتم شبعان طول اليوم هو كل ما هنالك ان تقسم الاكل على طول فتره الافطار انزين كل ما هناك متى تفطر تفطر على تمر على ماء تقوم تصلي تعيين من الله خير تبتدي بعدها بربع ساعة نص ساعة تبلش بالشوربة شيء خفيف معاها مثلا يعني نقول مثلا نوع من انواع الفطاير فقط لا غير نعم ديك الساعة تقوم تعين الله خير وتروح تصلي العشاء والتراويح وما إلى ذلك، تبتدي بوجبات بعدها شوية آه يعني خلينا نقول يعني وجبات متعددة، لكن تقول لي أهم وجبة هل هي الإفطار ولا السحور؟ أقول لك أهم وجبة هي السحور. لأن هي اللي راح تعينك على الصيام باقي اليوم. صحيح. ولازم تكون أنت فعلا تنتقيها بشكل صحيح، ما تاخذ الأشياء الدهنية ولا تاخذ النشويات. آه العاليه لان هذا أساساً النشويات بسرعه راح تنهضم وراح تحس باليوع من ناحيه نعم. 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 الدهنيات، الدهنيات بحد ذاتها راح تشعرك بالعطش اكثر ما هو اساسا الوضع اللي عندنا الجو حار، راح تحس بعطش اكثر من العطش اللي اساسا تحس فيه. فلابد انه تدخل الفاكهه، تدخل الخضار، تدخل الاشياء اللي اساسا مفيده في اكلنا، نوخر عن اوكي أكل سويت بس انه لازم يكون باعتدال. باعتدال، كل شيء ناكله بالاعتدال لان اي شيء في الحياه يزيد عن حده ينقلب للضد او ينقلب ضده دكتورتنا الكريمه دكتوره وفاء الحشاش شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم من خلال رايكم شباب الله يحفظك كل عام وانت بالف خير انت بخير. استشاري امراض باطنيه وجهاز هضم وزراعه كبد يعطيك الف عافيه الله يعطيك العافيه وكل عام وانت بخير. استفدنا منك اكيد مشكوره وما قصرتي حياكم الله مشاهدينا راح يكون معنا دكتور خالد العنزي من بعد الفاصل خليكم معنا الاستديو لاستكمال فقرات برنامج رايكم شباب وحلقتنا اليوم حلقه طبيه صحيه ان شاء الله تفيد الكثير من المشاهدين وموضوع شائع وشائك والناس وايد تهتم فيه، الحين من الكلام عن شهر رمضان والعادات الغذائيه الخاطئه اللي احنا نقوم فيها في رمضان واللي تاثر على الجهاز الهضمي، احب نتكلم عن عمليات التخسيس. والتكميم وغيرها اللي اخذت صدى كبير طوال الفتره اللي طافت واللي ناس وايد قاعد يستعانون فيها اللي عندهم صعوبه في انهم ينزلون وزنهم بشكل سريع ايضا بالاضافه اذا بنتكلم عن السمنه واثرها على الانسان وغيرها من الامور عشان كذا بيكون معنا استشاري جراحه عامه وجراحه السمنه والمناظير دكتور خالد العنزي حياك الله معنا دكتور خالد. حياكم الله في حياك الله شيخه والله يعطيكم العافيه ومشكورين على الاستضافه. نعم دكتور منورنا اكيد اليوم راح نستفيد منك دكتور بدايه نبي نتعرف على عمليات التخسيس شنو هم العمليات نعم السمنه السمنه الان تصنف كمرض ولها اكثر من علاج طبعا الرياضه مع الدايت الرجيم والعمليات الجراحيه اللي مثل ما تفضلت انتشرت بشكل كبير في الايام في العشر سنوات الاخيره صحيح؟ يمكن عندنا بالكويت في اخر اربع خمس سنوات انتشرت بشكل كبير هم العمليات هم عمليات كثيره جدا للسمنه ثلاث عمليات المشهوره نعم التحزيم اللي هي الحلقه التكميم اللي إيه هي السليف القص وتحويل مسار الباي باس نعم العمليات كلهم الهدف الاساسي منهم اللي احنا نسميه ريستريكشن اللي هو التقييد نعم. صحيح هو تقييد في كميه الاكل لان انا سمعتكم من ساعه سمعت مثل ما تفضلتوا مع الدكتوره وفاء احنا نتكلم انت ايش ثلثين 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 نعم ثلاث ثلاثه, ثلاثة. فبالتالي احنا قاعدين ناكل كميه كبيره جدا من الاكل صح فافضل طريقه ان انا اجبر الشخص انه ما ياكل كميه كبيره نعم, نعم. آه ان شاء الله اليوم الكل يستفيد من خلال كلامك دكتور انزين بنعرف ان العمليات هذه ممكن تؤثر بعد على النظام الغذائي الخاص بالانسان او الشاب او الشابه اللي تسوي العمليه صح نعم شلون ممكن تؤثر على على نظام الغذائي هل يتغير كليا ولا يقل لا هو طبعا النظام كله يتغير نعم لان هو يؤدي الى تقليل في كميه الاكل نعم آه شو شلون ناكل احنا كلنا ناكل نعم يعني ناكل من الكلمه ان احنا ناكل ناكل نهبس يعني احنا ما ما يوقفنا الا اذا الاكل خلاص. ولا قضيه ان انا شبعت وهذا مشكله ما في لمت للشبع عندنا صح فناكل صحيح. ناكل كميه كبيره جدا والاكل لذيذ نعم. والسوشيال لايف عندنا تساعد فبالتالي ناكل واجد العمليات تلزمك انك تاكل كميه اقل نعم. فتصير المعده صغيره بهالحاله اللي مثلا اللي ياكلون عيوش نعم. الحين يقول لك الدكتور انا اكل قفشتين ثلاث وخلاص اوقف فبالتالي في تغييرات اول شيء كميه الاكل ثاني شيء بطريقه الاكل ان اكل بسرعه ما اقدر خلاص لان المعده حجمها صغير نعم. الكمية المساحة مالتها صغيرة فما تتحمل أن تجيها كمية أكل بسرعة نعم. كمية الأكل لازم اللقمة تكون صغيرة لأن المعدة قبلها الكبر الحين الكبر صحيح المعدة قبل هي تطحن لك الأكل إذا ما طحنت عدل أو إذا ما طحنت عدل الآن لازم, لازم لازم أنت تمضغ الأكل عدل صحيح بعدين نسبة كبيرة جدا من الناس ما ياكلون إلا ياكلون يشربون نفس الوقت صح الأكل والشرب ممنوع وراء العملية السؤال أي واحد مسوي العملية إذا شرب بعد ما يأكل تكرمه يرجع سيدة صحيح فهذا التغيير المعدة ما تتحمل ما تتحمل فلو تنظروا إلى التغيير اللي قاعد يحصل هذا هو التغيير من عادات غذائية سيئة الى اكل بطريقه اصح. نعم، نعم دكتور بالفترة الأخيرة قاعد نسمع دائما اللي مسوين تكميم ولا تحزيم ولا غيره من العمليات، دائما تقول لك أنا ما أقدر أصوم، يعني في مثلا تأثيرات جانبية أو خلينا نقول سلبية تحوشها وقت الصوم أنها ما تقدر تصوم، ما تقدر أنها ما تاكل. نعم فايش رأيك بهذا الشيء؟ شلون شلون تصوم اللي مسوي عملية؟ هو خلينا نقول أن هي ما يصير تقول أنا ما أقدر أصوم، ولكن احنا نقول نعم العمليات تأثر على الصيام. يعني الانسان اللي عنده معده طبيعيه بدون شك تاثير الصيام عليه مو نفس اللي ما عنده معده او معده صغيره. شلون التاثير؟ طبعا تدري شيخ احنا الـ 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 الوقت هو المهم. صح الفتره عندنا من المغرب للفجر هي الفتره المسموح فيها احنا ناكل ونشرب. طبعا للاسف العصر الحالي خلينا نقول العشر سنوات الجايه راح يكون رمضان يجينا في فتره نعم. الصيف. فالليل اكثر من النهار فالفتره قصيره يعني احنا اذان المغرب سبع الفجر ثلاث نعم نتكلم يعني عن ثمان ساعات هل الثمان ساعات هذه تكفي ان احنا نشرب بما فيه الكفايه عشان نرتوي نعم او ناكل بما فيه الكفايه عشان نخلي طاقه عندنا في الجسم تساعدنا خلال اليوم صحيح الناس العاديين ما في مشكله بس اللي مسوي العمليات لان المعده صغيره فضروري جدا ان يستغلون الفتره هذه بحيث ان يدخل يخزنون في جسمهم السوائل والاكل ف يمكن المريض اللي تو مسوي عمليه يمكن ما يقدر يصوم او المريضه اللي مسوي ما تقدر تصوم لكن اللي صار له مده مسوي العمليه ما له قدر انه ما يصوم صحيح. لكن يجب على المريض او المريضه ان يعرف الطريقه الصحيحه بحيث انه يستغل الثمان ساعات هذه علشان تقدر ثمان ساعات هذه تعطيه مخزون من الطاقه يمشي خلال اليوم حلو مما لا شك فيه دكتور انه في اقبال كبير من قبل الشباب والبنات على العمليات هذه صح نعم. اقبال كبير جدا يعني في انهم قاعد يستعنون بالعمليه ويبتعدون عن الدايت وتخفيف الاكل وغيرها من الامور على اساس انهم يسوون العمليه للحصول على الجسم المناسب وحتى صحه مرضيه. فابي اعرف يعني اهم مشكله تصيب اي شاب او شاب او انسان لما يسوي العمليه في شهر رمضان. هم يواجهها الدوخه نعم والتعب والكسل نعم واثنينهم بسبب قله السوائل. حلو بس انت تقول دكتور ان المعده ما تتحمل نعم شلون ممكن هو يعني يهرب من هذا المطب في ان معدته ما تتحمل أن هو يشرب او ياكل اي شيء بالضبط هو ما ما تتحمل انك بوقت واحد تاكل لكن م. لازم توزع الوقت كله يعني شلون انا وياك مثلا انا وياك شيخ لما ناكل الحين الفطور نعم طبعا ناكل بشكل طبيعي ناكل عادي. بشكل كبير بل. أكثر <applause> <مطبع>. ناكل <applause> طبيعي ناكل بالضبط ناكل كمية <applause> حتى بصلاه التراويح ما فينا شده نوقف من صحيح. كثر الاكل صح زين فالاكل هذا الكميه اللي قاعد ناكلها احنا تكفينا لمده 48 ساعه صحيح. طبعا اضيف الى ذلك بعد التراويح شغلات اللي احنا نعتبرها بسيطه ها أيه. القيمات حلويات يعني كذا صغيره بحجمها بالضبط. ولكن كبيره بسعراتها الحراريه بالضبط وطبعا غير الفيمتو وغير العصيرات صحيح. والامور هذه وبعدين بسرعه بسرعه يلا خلينا نتسحر قبل ما ياذن الفجر فاحنا الاكل اللي ماكلينه يكفي فحنا قاعد ناكل كميه كبيره جدا ناكل على الفطور وعلى السحور الوقت اللي بينهم تقريبا ما نسوي شيء احنا لان نقعد نحاول نشرب عاد المياه الغازيه والمشروبات عشان نهضم شوي صحيح. نجهز مريض السم... ما نقول انا ما بقول مريض السمنه اقول مريض اللي مسوي عمليات السمنه لازم يستغل الوقت هذا بحيث انه يوزع الوقت هذا كله باستمرارية باستمر... ياكل يشرب 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 يعني انا وياك مثلا رحنا المسجد نصلي زين عمرك هذا تبطل ماي معك بالصلاه لا لا صلي ثمان ركعات او 22 ركعه على حسب المسجد غالبيه ثمان ركعات مريض اللي مسوي عمليه انا اقول له لازم بطل ما بيده صحيح ولازم يحرص انه يخلص صلاه التراويح يكون خلص البطل كامل صحيح عارف شلون لان انا وياك او انا وياك شيخ اذا عطشنا مسكنا بطل الماي او قلاص او قعدنا عند البراده شربنا الكميه اللي نبيها ما في لمت علينا صح بس مريض عمليات السمنه ما يقدر يمكن يشرب اول و ثاني جغمة يحس خلاص صح لكن الماي هذا راح يقول لك المريض يقول دكتور الماي واقف فيني ما اقدر الماي ما راح يستمر واقف في المعده مده طويله، سائل هذا يعدي صح بعد خمس دقائق اشرب مره ثانيه. فانا دائما انصح ان اي مريض مسوي عمليه بطل الماي بيده 24 نعم. ساعه نعم وحركه الحركه هذه شرب الماي هذه لا لازم المريض يتعود عليها باستمرار. نعم. نعم طبعا هو دائما نسمع ان اللي مسوين عمليات عمليات السمنه عفوا دائما يحوشهم جفاف نعم. فيضطر انه يشرب كميات ماء كبيره صح هو العكس هو يحوشهم جفاف لانه ما قاعد يشرب اها يعني مهما لانه هو يشرب اتوقع كميات صغيره فتحوش يحوش الجفاف بدون شك فيضطر انه يشرب اكثر كميات المفروض انه يشرب اكثر عشان يتخلص من الجفاف نعم يعني احنا الانسان الناس الانسان العادي يشرب ماء اذا حس بالعطش صح اغلب مرضى السمنه ما يحسون بالعطش اغلبهم ما يحسون بالجوع ما يحسون بالعطش لما انا وياك نعطش نمسك الماء نشربه ما في مشكله صح انا سمعت من سامع الدكتوره وفاء تقولين اغلب مرضى يقولون الماء يلوع الكبد وفعلا هذه مشكله اغلب الناس يقولون دكتور انا مع العصيرات ما عندي مشكله بس مع الماء يلوع كبدي ما اقدر ما استصيغه صح لان مثل ما تفضلت انت مساء نعم الاملاح اللي في الماي لها دور بالشيء هذا صحيح ف لازم يعود نفسه انه يشرب الماي نعم صحيح اذا ما يقدر يشرب الماي وانا ما ألومهم في في الجمعيات والمراكز التجاريه الكثيره في بعض ال يا انا باودر يا مشروبات سوائل فليفرز نعم بدون كالوريز يكون فيها نكهات بالضبط نكهه تحطها مع الماي يقلب الماء يصير كنا عصير جنة عصير خوخ ولا عصير خوخ عصير مجرد انه بالضبط. اضافه نكهه وبالتالي الحصول على نفس الفائده اللي ممكن هو يحصل عليها من الماء العادي اللي من غير بالضبط. النكهات طيب دكتورنا بنعرف شنو هو الوقت المناسب لاجراء العمليه عمليه التكميم او تفر الخاصه بالتخسيس قبل رمضان قبل هذا سؤال شائع جدا وفي ناس واجد يجون خصوصا وقت الصيف يبغون العمليه قبل رمضان نعم. انا شخصيا انصح المرضى اقل شيء شهر <applause> لكن من من رايي الشخصي اذا اسبوعين قبل العمليه احتمال يقدر المريض يصوم في حال ان المريض يلتزم التزام صحيح بالتعليمات اللي نعطيها لكن نعم. شهر انا اعتقد المريض يكون يعني كافية <applause> بعد الشهر فعلا راح يعود الى يعني ما عليه يبدا الجسم يتعود ويتاقلم مع الاكل الطبيعي احنا مكلمين معاك دكتور خالد العنزي ان شاء الله ونستفيد بعد اكثر من المعلومات ونبي نعرف بعد 6 7 اشهر يرجع طبيعي ياكل ممكن يسمن بعد العمليه هذه ولا لا اسئله واستفسارات كثيره ان شاء الله راح يجاوب عليها الدكتور خالد العنزي ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا رجعنا معكم مشاهدين من بعد هذا الفاصل نكمل حوارنا مع دكتور خالد النزي عن عن الصحه وعن عمليات السمنه اكيد حياك الله مره ثانيه دكتور الله يحييك دكتور قاعد نسمع ان بعمليات يعني التكميم قاعد تصير مشاكل وايد حق الناس في السمنه يعني مثلا قاعد نسمع ناس يعني صارت حالات وفاه صارت اشياء وايد مشاكل مع ان العمليه دائما دكاتره يقولون بسيطه فليش قاعد يصير هذا الشيء نعم هي العمليات فعلا بسيطه ومع تقدم التكنولوجيا صارت اسهل واسهل بس قضيه الوفيات والمضاعفات هذا شيء وارد مع اي عمليه جراحيه آه هي ترى على فكره الارقام اللي قاعد تسمعونها وتقولون اعتقد مبالغ فيها عدد الوفيات عندنا الكويت قليل اقل من الارقام المعتمده عالميا نعم لكن انا اقول شيخ لما احنا نسوي 7000 عمليه نسوي 7000 عمليه بالسنه نعم فاحسبي كم نسبه الوفيات لما تقول انت الوفيات من العمليات الثانيه، مثلا عمليات المراره احنا نسوي يمكن ربع عمليات السمنه في عم في وفاه تصير من المراره، في وفاه تصير من الدوده الزايده، في وفيات تصير من العمليات الثانيه، لكن لان العمليه تجرى بشكل كبير جدا فبالتالي اكيد النسبه او العدد كبير لكن النسبه قليله. نعم. نعم. بالنسبه للمضاعفات، على فكره مضاعفات قليله نسبتنا احنا مثلا تسريب، النسبه العالميه 1 الى 2%، احنا بالكويت اقل من 1%. امم. وهذه نسبه زينه ممتازه جدا وهذا دليل اكيد على احترافيه وعمل الدكاتره اللي يحفظكم ان شاء الله في الحفاظ على الارواح والحفاظ على كل الناس لأنه بالنهايه يعني اهمكم الاساسي ان المجتمع او الانسان يحصل على صحه جيده لان السمنه صارت خلاص يعني الحين اي شخص سمين ممكن تتاثر نفسيته وايد يعني إن, في ان احنا بحاجه إنه هو يحصل على الجسم الرشيق صحيا وحتى شكليا. إذاً نعم. دكتور شنو النصيحه اللي تقدمها حق اي شاب شابه انسان كبير صغير في العمر الحين قاعد يتابعنا هو تو مسوي العمليه ومقبل على شهر رمضان ان شاء الله بعد كم يوم ان شاء الله، فشنو اهم نصيحه تقول له يا يتبعها في شهر رمضان؟ أو شيء يصوم عادي؟ يصوم ان شاء الله. اوكي شنو التعليمات اللي يتبعها؟ هو طبعا النصائح بالنسبة شهر رمضان حق مرضى العمليات السمنة أنا أقسمها إلى قسمين قسم أو ثلاث أقسام قسم طبي يعني أدوية قسم غذائي قسم شخصي قسم الطبي أغلب المرضى حتى الناس العاديين يمكن كلكم تلاحظون أو المشاهدين أغلبهم راح يتفقون معي إن عدد كبير جدا منا إحنا أول أيام برمضان دائما المعدة تعبنا دائما أول أيام حارج والصبح خلال الدوام تحس ان معدتك تعورك فدايما هذا بالنسبه للناس العاديين هذا الاحساس اكثر في مرضى السمنه نعم فانا انصحهم اولا قبل بدايه رمضان اسبوع ياخذون الادويه مالت المعده طبعا في اسامي كثيره تجاريه كل المرضى يعرفونها حق دكتورك او حتى من الصيدليه ادويه المعده اللي هي الاصل فيها دول لوزك لوزك نعم. و ولازك و و و و و واخوانه او اخواته <applause> زين هذا لازم المرضى كلهم ياخذونه على اساس يهيئون المعده. النظام الغذائي النظام الغذائي انا رايي كل المرضى يراجعون دكتوره التغذيه او دكتور التغذيه اللي يتابعونه قبل رمضان باسبوع، لكن ببساطه نبسط عليهم انه يحاولون خلال الثمان ساعات هذه يشربون طول اليوم يتمون يشربون بحيث انه ما يحوشهم جفاف خلال اليوم. صحيح. <تصفيق> <تصفيق> ببساطه شنو نظام الغذاء احنا ننصح فيه؟ اول ما يؤذي المغرب تمرتين مع لبن، تمرتين عشان نعطي المريض شوي طاقه من السكريات، <applause> شوي لبن اغلبنا يعني اغلب المساجد في مناطقنا اللي يصلون بعد خمس دقائق، بعد عشر دقائق، بعد ربع ساعه، انا انصح انه يصلي المغرب بعد صلاه المغرب يتفطر، يكون الفطور مو حيل ثقيل، يكون شيء خفيف. زين؟ ويخلي مجال بحيث انه من من الفطور هذا الى التراويح يقدر يشرب عصير او يحاول انه يشرب اي شيء دايت يعني كل ما كل ما كان الشخص عنده ثقافه غذائيه كل ما كان احسن يقلل السعرات الحراريه وقت صلاه التراويح انا مثل ما قلت قبل شوي انا انصح كل مريض ياخذ بطل 500 ملي ويحاول نص لتر يعني نص لتر يخلصه في وقت صلاه التراويح نعم بعد التراويح ياكل الوجبه الرئيسيه الوجبة الرئيسية لازم تكون وجبة فيها الأشياء الأساسية البروتين والكربوهيدرات والأمور هذه كلها. بعد الوجبة يحاول باستمرار يشرب سوائل. نعم. قبل طبعا قبل أذان المغرب السحور، السحور لازم يكون هم وجبة تحتوي على مواد غذائية اللي تقعد معاه طول اليوم. نعم. النقطة الأخيرة هي نقطة النظام الغذائي. النظام الغذائي لازم يدرك أن الأشياء اللي يعني ما يقعد يخربط مثلا والله رد من صلاة التراويح وياكل الجيمات. <applause> ياكل حلويات لان هذا راح تسد نفسه فما ياكل الاكل الصحيح نعم يعني ما راح ما راح يمديه يوع ليل السحور عشان ياكل اكل صحي 100% صح. نعم زين ايضا بنعرف دكتور شنو الاثر الايجابي عشان احافظ على وزن مثالي وينعكس على الصيام يعني انعكاس على الصيام نعم انا مثل ما قلت الثقافه الغذائيه مهمه جدا انت لما ينزل وزنك او لما الشخص يصل الى الوزن المثالي فبالتالي تخلص من السمنه، تخلص من السمنه معناه تخلص من مرض. م. فبالتالي راح يؤدي الى نشاط افضل الى راحه حتى يعني راحه بالحركه بالقومه، حتى في في اداء العبادات راح تكون اسهل لك. نعم. فالمريض اذا حافظ على النظام الغذائي مو بس احنا يعني احنا نعطي نظام غذائي، بس المريض لازم يكون هو مثل ما ارد اكرر نفس الكلمه انا الثقافه الغذائيه. صحيح. يعني انا عندي عصيرين زين منتجين مثلا خلينا نقول عصير البرتقال مثلا. هذا فيه 80 سعره حراريه هذا فيه 40 سعره حراريه اي واحد اختار انا 40 40 صحيح ما اقول لا والله هذا هذا اغلى هذا احسن لا احنا ننظر الى السعرات الحراريه انا في عندي مريضه مره انا اعتبرها افضل مريضه مرت علي في حياتي تقول لي دكتور انا احسب الحين صارت عندي ثقافه اعرف كل شيء اكله كم فيه سعرات حراريه طق طيب براسي اليوم مشتهي اكل حلو مم. ابي حلو بكثر مثلا من حلو اشوف كم السعرات الحراريه بالحلو اخصمه من كميه الاكل اللي اكلها انا خلال اليوم. نعم. الحين صار لها سنتين او ثلاث سنوات بيرفكت ما شاء الله عليها. وزنها ما يزيد ابدا. ابدا ما يزيد، يعني لان هي ملتزمه. صحيح. لأنها حابة هالشيء وهي مسوية العملية؟ مسوية العملية يعني حابة حابة أن هي تحصل على الوزن المثالي اللي هي وصلت له و اكيد بعد التعب والعناء ما تبي ان وزنها يزيد وبالتالي قاعد تاكل الاكل وتستمتع لان احنا ما عندنا شك في ان الطعام او الاكل متعه ويعتبر خصوصا عندنا هنا في في الكويت شيء اساسي يعني والمطاعم والمغريات كثيره والعروض في كل مكان وزمان زمان فعشان كذي ان شاء الله الكل يستفيد من خلال كلامك دكتور وننزل كل من اوزاننا لان انا بصراحه ودي انزل وزني يعني لا ما في ما العمليه ما تنطبق عليك الشروط لا أنا ادري <applause> ولا شو سويت ولا سويت العمليه بس ادري اذا لازم فوق 50 لازم فوق 50 كيلو فوق 40 مع يعني اختفي انا يعني لا هو مو هو مو ترى هو الخطا اللي الناس يطيحون فيه هو مو كم وزنك <applause> يعني كتلة الجسم هو وزن مع الطول اي وشنو الامراض اللي عندك هل عندك سكر هل عندك ضغط هل عندك كوليسترول مشاكل بالظهر بالمفاصل يعني يعتمد آه <applause> هذه الشروط لم نعرف الشروط الحين اي واحد يسوي عمليه الحين انا بي مثلا بقول لك بسوي عمليه تكميم شنو الشروط اللي لازم تكون موجوده فيني او المواصفات على اساس ان انا استحق ان اقوم بعمل العمليه طبعا انت اذا جيتني انا بطردك سيده شلون؟ لو تجيني بطردك انت سيدة آه، ما <applause> لان انا انت منك هو طبعا احنا نمشي على توصيات منظمه الصحه العالميه و المنظمات الجراحيه العالميه منظمه الصحه العالميه قالت ان السمنه ثلاث درجات نعم. درجه اولى ثانيه وثالثه ثالثه تكون كتله الجسم فوق الأربعين وهذا الخطا الناس يطيحون فيه دكتور أربعين انا عندي أربعين كيلو زياده هو مو أربعين كيلو زياده هي الوزن مع الطول فوق الأربعين تعتبر سمنه مفرطه حتى بدون وجود اي امراض من 35 الى 40 تعتبر سمنه مرضيه فوق 35 الى 40 تعتبر سمنه مرضيه اذا كان المريض عنده امراض ثانيه سكر ضغط كوليسترول أشياء لها علاقه بالسمنه نعم. تحت الخمسة 35 لا تعتبر سمنه مرضيه نعم احنا نسوي العمليه حق 35 فوق مع الامراض 40 فوق مع الامراض بس نعم. في نقطه مهمه ان في اختلاف بين الشعوب صحيح. الامريكان الأوروبيين مو نفس الاسيويين. الاسيويين مثلا احجامهم النس... صغيره احجامهم صغيره والسمنه عندهم مثلا تكون بالبطن دائما. فهم الكتله عندهم نزلوها شوي. نعم يعني احنا 35 وفوق هم 32 وفوق. نعم. فحنا مشكله احنا تركيبه مجتمعنا احنا نخلط بين المجتمعات الاوروبيه والاسيويه. صحيح. فانا يعني انا شخصيا اشوف ان نطبق توصيات منظمه الصحه العالميه لكن يكون عندنا نوع من التحديد حق مجتمعنا احنا نعم حلو يعني لا انا ابي 6 7 كيلو بس يعني الحين يعني شوف انا مثلا وزني دكتور 78 وطولي متر 79 بس احس ان انا في عندي سمنه بس ولا هذا ممكن يكون هوس لا لا ما عندك سمنه انت هوس 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 هوس, 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 هوس او اعتقاد خاطئ تكميم للهوس اللي عندك <applause> نعم صح هذا هو اهم شيء <applause> فعلا ان احنا نكمم او نقنن من الافكار اللي ساعات يعني نهوس فيها ونعتقد انها صحيحه وهي خاطئه دكتورنا العزيز احنا وايد استمتعنا بوجودك معنا اليوم دكتور خالد العنزي استشاري جراحه عامه وجراحه سمنه ومناظر كلمه حاب تقولها لكل شاب وشابه على وجه التحديد قاعد يتابعنا بخصوص المواضيع الخاصه بعمليات التكميم والسمنه اول شيء انا اشكركم على استضافتي الله وثاني سمك. شيء اقول ان شاء الله مبارك عليكم شهر جميعا علينا أه وعليك واقول حق مرضى عمليات السمنه ان نعم. ترى رمضان شهر ما راح يكون شهر متعب بالنسبه لكم نعم. ان شاء الله ولا تحاتون ان رمضان راح نتعب ابدا نعم. اذا التزمتوا بالتعليمات الغذائيه ان شاء الله راح يكون رمضان اسهل عليكم من السنه اللي فاتت إن, ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم بخير وان شاء الله يكون رمضان سعيد عليكم عليك وعلينا اكيد على مشاهدينا مشكور وما قصرت يعطيك العافيه مشاهدينا خلصنا حلقتنا اليوم نشوفكم باكر بحلقه جديده مع السلامه باي